تقارير إنجليزية، يعني انكشفت بعض التقارير والصحف الإنجليزية أن صفقة طبعا ليفربول ضم لاعب طبعا اسمه كوستاس تيماكاس، ده صاحب 24 سنة، واللاعب ده تكلف خزينة ليفربول حوالي 13 مليون يورو. ظهر طبعا لأول مرة مع فريق أولمبيكوس في ديسمبر 2015، وتمكن مع الفريق اليوناني أو لعب حوالي 86 مباراة مع الفريق اليوناني في جميع المسابقات. فطبعا الموقع الرسمي قال انه طبعا اللاعب سعيد جدا جدا وفخور جدا لوجودي في نادي كبير زي ليفربول، هو من اكبر الانديه في العالم، وحبذل قصارى جهدي مع الفريق. هو بيعشق طبعا الدوري الانجليزي، وقال انه بيشاهده على طبعا بصفه مستمره على التلفزيون، وكان حلم حياته ومن هو صغير انه بيروح يلعب في البريمير ليج، وده اللي اتحقق من خلال ليفربول. وقال طبعا من اهدافه تحقيق اهداف النادي من خلال طبعا الفوز بالمره ثانيه، وبرده طبعا الفوز بالتشامبيونز ليج في الفترات الجايه. لعيب عنده 24 سنه، لعيب يوناني بينضم لفريق ليفربول. والحقيقه يعني فريق ليفربول وخاصه محمد صلاح طبعا يعني بيحتفلوا بيه، وهو على المستوى الشخصي قريب جدا محمد صلاح زي ما قريت قبل ما ادخل، فيعني ان شاء الله بالتوفيق.